السلام عليكم، كيف دايرين؟ لاباس؟ اليوم بغيت نتكلم لكم على واحد الفواياج اورغانيزي درتو انا وبنتي. اللي كنشوفو قدامنا هي الحافله اللي استقليناها، اللي مشينا فيها ومشينا مع 9 الليل، هزنا من حدا من سلا ومشينا، وكانوا هادو الناس اللي كانوا، بعض الناس ماشي كلهم اللي كانوا حاضرين معنا في هاد السفر. مشينا في الليل وصلنا للجبهه، هذه اللي كنشوفو دابا هي مدينه الجبهه. هذه اول مره انا كنشوف هذه المدينه اللي جات في الشمال المغرب، في الشمال الشرقي. اذا هذه مدينه الجبهه هي مدينه صغيره، وعندها هي مدينه ديال الصيادين، وفيها الفلايك بزاف، وهذا اللي كنشوفه هنا قدامنا المرسى. اول شيء درناه هو طلعنا سنينا، بعد وصلنا حنا في 6 الصباح وكانوا مازالين سادين، سنينا حتى حلو، طلعنا فطرنا. الفطور داخل في الرحله، في هذه الرحله اللي منظمه هي دومي بونسيون، صافي دير فيها الفطور وفيها العشاء. هذاك اللي كيتكلم معنا هو المنظم ديال هذا السفر، حفله، كنقول حفله يا سفر. هذا السيد اللي كيبان دابا هذاك انيماتور، هو اللي كيتكلف بالاغاني والتنشيط في الحفل، في السفر. سمحوا لي. اذا وهادو مجموعه الناس اللي كانوا معنا، كنا تقريبا المجموع كامل يمكن شي 23 ولا 24 داخل فيها، حتى سائق الحافله. ركبنا في مشينا لميناء الجبهه وركبنا في هاد لي بارك، هاد الفليك الصغار، ودانا دار بينا دوره في الشواطئ ديال مدينه الجبهه، اللي مناظر رائعه وخلابه، انتم غادي تشوفوها معايا. زعما كتشوفوا جبل، الجبال في وسط الماء، والماء صافي وزرق. هادو هذه هي الفلوكه. راه كاينين دوك لي جيلي دو سوفتاج، ولكن ما عطاهمش لينا حتى واحد مركب. يمكن كان شي واحد كيخاف، يمكن يقدر يطلبو ويلبسو، لان كتخاف لا طيح ولا شي حاجه، مع انه ما كوقع حتى شي حاجه الحمد لله. وشفنا هذوك المناظر كاملين. هانتوما دابا حنا خارجين من المرسى. انا غادي نقول لكم على هذا السفر كامل، جميع المراحل اللي دزنا فيها. هذا السفر، هذا الميناء الجبهه اللي كيبان لنا. هذا السفر سي ان فواياج اورغانيزي، اللي ما كانش الثمن ديالو بالنسبه ليا غالي، لانه كان 1650 درهم، فيها 3 ليالي في الاوتيل، والليله الاولى سافرنا بها، والليله الاخرى لو ديرني جوغ رجعنا. دونك كانت 5 ايام. هي كتبدا نتايا النهار، بدينا ركبنا نهار الاربع في الليل. اذا دابا هنا كنشوفوا داك المناظر اللي على اللي قريبه لمدينه الجبهه، وغادي راه كي غادي يدينا وغادي يورينا واحد. المهم كتشوف داكشي راه زعما رائع، رائع بزاف. انا ما عمرني شخصيا ما عمرني ما طلعت لهاد الجوايه باش نشوف هاد المناظر اللي شفت هاد المره. زعما كتشوف شي حاجات جداد، اللي ما واخا تكون عندك السياره ما كتمشيش لهاد الاماكن كامله. المهم دابا ودانا شفنا هذه المغاره، المغاره ديال عبد الكريم الخطابي، وهو فين ما كنمشيو شي مرحله هذاك منظم هذا السفر كيعطيك نبذه على المدينه، وكيقول لك مثلا بحال دابا هذه المغاره، شرح لنا بانها المغاره اللي كان كيتخبى فيها عبد الكريم الخطابي في ايام فاش كانت الحرب وديك الشيء، فاش كانت المقاومه. اذا وكانت هذيك المغاره، دخل بينا هذاك مول الفلوكه، دار بينا الدوره في وسط المغاره، وانت كتشوف داك الجبل فوق راسك. زعما راه واحد الاحساس غريب وزوين، والماء واحد لا كولور تركواز وزوين وصافي. ها هي تتبان اصلا، ها هي لا كولور ديالو كتشوفوها، زعما شي حاجه رائعين. وحنايا حيت كنا بينا مشاو 3 تاع لي بارك 3 الفلوكات، تقسمنا عليهم. دونك حنا كنا واحد جوج فيهم 8 8، وحدين فيها 7، دونك انا دي بلوس كثر من نو 23 بينا. دونك ودانا وكيشرح لينا تمايا، هو راه هو داك اللي واقف، هو المنظم السفر، سميتو سيب الكحل فؤاد. المهم شفنا هذوك المناظر زوينه بزاف. كنتمنى زعما لاي واحد بحال هاد السفريات. انا اول سفر كان ليا، انا اول مره شجعت، لان انت كتشوف في الفيس، اصلا انا لقيته غير في الفيسبوك، كنت كنقلب وكنقرا داك تعليقات الناس، وكيقول لك حظي من النصابين وحتى. اذا انا توكلت على الله والحمد لله، ربي ما خيبنيش. الرحله كانت زوينه، وزعما كلشي كان مزيان، السيد مزيان وكلشي مزيان. لهذا انا مني بغيت درت هذا الفيديو باش يستافدوا ناس اللي بحالي كانوا كيقلبوا على المعلومه فين غيلقاوها.
اذا انا هاد لا فيديو درتها من الاول حتى الاخر، شنو طرا وفين غنمشي وكل شيء من الاول السفر حتى الاخر ديالو. واللي عنده شي اسئله مرحبا. اذا هو ورانا لي بلاج، لا بلاج اللي سميتها تما مونيكا 1 مونيكا 2، وهذا سميتها الحواض، وحنا اختارينا فين غنجلسوا. انا شخصيا اختاريت هذا لان بانوا لي لي باراسول ودوك لي شيز لونغ، دونك عندنا فين نجلسوا. البحور الاخرين ما كانوش، ولكن كانت الصعوبه انك باش تنزل من داك الفلوكه وتهبط، وهنا ما كاينش حنايا في الرباط وفي سلا والدار البيضاء وديك الشيء في الجنوب، راه حنا مولفين لي بلاج فيهم الرمله. هنا كاين الصم تيموم والصم هذا الحجر، شتي ملي كتنزل الحجر كيزلق، الحجر كاين حتى في الماء. كانت صعوبه بالنسبه لي انا يا كمرا شويه مسنه، وحتى بنتي صغيره راك شتيها كيفاش طالعه وكيفاش هذا. هذه الغرفه ديال الفندق. من بعد مشينا للفندق في الحسيمه، هذا فندق انتما كتشوفوا لا شومبر اللي عطانا. انا كنت متخوفه فعلا، ولكن لا شومبر هي مزيانه، وكنت خايفه ليكونوا لي سال دو بان مشروكين، تكون الحمام وداكشي مشروكين مع في ليطاج ولا شي حاجه. لا، هي لا شومبر انا وبنتي، وعندنا عندنا الدوش فيها شويه. راه بنتي كانت مبرزطاني وما كتبغيش تبان، وعلى داكشي شويه التصويره مديره شي الدوش. المهم النظافه نقي داكشي، غير هو ما تعولوش على الفاطر، ما كاينينش الفاط، خصك تدي معاك الفوطات ديالك ودي معاك الشامبوان ديالك وديك الشيء، لانها يمكن سي تان اوتيل 3 ايطوال في الحسيمه هذا. المهم ومشينا داك العشيه، مشينا لهاد سميتو الريستورون، كافي ريستورون سميتو ميرامار، اسباس ميرامار، فيه فطرنا وفيه زعما تعشينا. ومن بعد لا غد منين فقنا مشينا فطرنا ومشينا دانا في واحد الباطو. هذاك الفلوكه الاولى كانت ب 25 درهم، هاد الباطو ب 100 درهم الواحد. دانا هاد الباطو قلب الباطو، كانت نشيط وكان اغاني الشباب مزيانين. هذه جزيره نيكور، نيكور هذه الجزيره محتله، هذه محتله من طرف الاسبان، وراها لنا فيها العالم الاسباني، وفينا دزنا حداها. وكانت اجمل شيء انه هو طلب منا تلقوا النشيد الوطني، وقال لنا كاملين نقولوا النشيد الوطني وغادي نستمعوا ليه. وفي هاد الرحله كانوا كيديروا الانشطه واغاني والرقص ديال الشباب وديال الاطفال اللي كاينين تما، اللي كانوا معنا في داك الباطو. باطو زوين وكبير، وزعما الناس بزاف اللي كانوا فيه، ما كانوش فيه غير الناس اللي كانوا معنا في هذا السفر، كانوا ناس وحدة اخرين اللي تيجيو حتى هما تيركبوا في هذا الباطو. اذا المهم منين جينا صافي ورانا هذه الجزيره وهضر لينا عليها، جاء وقت النشيد الوطني ونستمعوا ليه كاملين. هاد الجزيره النكور غادي هويا غادي يوقف الباطو، غادي يوقف وخلي اللي بغا غادي يصوطي ينقز في اعماق البحر ويعوم، يسغفخشي في لي زو بروفوند.
المهم انا كنت فعلا خايفه على بنتي، لان كنقول المغارق بزاف وداكشي، ولكن الحمد لله كل شيء داز بخير. الدراري هبطوا وعاموا، اللي ما تيعرفش يعوم وبغى يهبط راه عطاه انجيلي سوفتاج وهبط وعاموا. المهم دوزوا لحظات جميله بزاف وطلعوا ناشطين مع راساتهم الحمد لله. المهم من بعد هذا مشينا لواحد البحر حمناه فيه، اللي بغى يعوم يعوم واللي بغى يدير لا بلونجي سو مارين داروها بعض الاشخاص داروه. ومن بعد مني سالينا من تما، من دونك غادي نغادروا مدينه الحسيمه ومشينا مدينه الناظور. مدينه الناظور في الحقيقه كل شيء، لان كنتي واخا تكون زرتيها راه كل شيء تغير. ودانا السوق رقم جوج سيدي ميمون ولا شي حاجه، المهم تقدينا فيه وديكشي. ومن بعد غادي دينا لواحد الشاطئ قال لنا مشهور في ديك المنطقه سميتو بلاج بالباشير ولا سيدي الباشير، سيد الباشير. المهم هاد لا بلاج هي زوينه ماشي زوينه، انا كنت كتشوفوا المناظر ديالها، ولكن كاين صعوبه باش تنزل. انت كتشوف غير بعدا اصلا حطوا الطوموبيلات وكيهبطوا على رجليهم الناس، ولكن ديك الطريق باش تهبطيها بالنسبه لشي واحد اللي كبير ولا غليظ ولا شي حاجه بحال هكا، اصلا ما كاينش شي دروج، ما دايرينش شي انستالاسيون زوينه، دروج زوينين ولا شي حاجه باش تهبط، كاينه صعوبه. الشباب بيان سور ما لقاوش مشكله، ولكن كوميم انا نزلت واخا عامل سن. المهم نزلت مع بنتي وشفنا داك المناظر وتبحرنا تمايا. واخا هو في الحقيقه هذاك النهار كان البحر شي شويه مسخ، كان عامر لان يمكن كان الجمعه وكان مسخ شي شويه، مي زوين. تغدينا تمايا ورجعنا. هذه راه الحافله ديالنا اللي واقفه. جينا لوطيل في الناظور، لوطيل في الناظور زوين، سيتان ابارتمون، ابارتمون يمكن 4 ايطوال. هذا جينا غادي نباتو هنا جوج ليلات. هانتوما كتشوفوا المدخل ديال لوطيل كيفاش داير، شو الدخله ديالو كيفاش دايره. ها هي سميتو ماستر هوم، ماستر هوم ريزيدونس ابارتمون ريزيدونس. المهم هذه الدخله ديالو، دخلنا غادي يعطينا ابارتمون. انت كتحلي الباب كتحبك غير غرفه، ولكن ها هي لابارتمون. هذه الدخله ملي كتدخل كتلقى هنا غرفه شومبر بور لي زونفون، الدراري فيها دو لي، وعندها هاد كاين حداها هاد الدوش بالطواليت ولافابو. دونك ها هما مستقلين، وكاين هاد البيتي صالون، وعاد كاين هاد الكوزينه صغيوره. ومور الكوزينه كاينه بيت اخرى، ها هو الباب ديالها كتقدر تسدها بوحدك. سي اون شومبر بارونتال، دونك فيها حتى هي الدوش وفيها الطواليت ولافابو ولي دوبل. هادي انا قبطها انا وبنتي، وديك اللي فيها لي دو لي خداوها واحد جوج البنات دخلوا معنا اللي كانوا مشاركين حتى هما في هذا السفر. المهم بتنا مزيان. لو لوندومان من بعد احنا كنفطروا في لوطيل، لانه هو دومي بونسيون، كان هو كيخلص الغداء تيخلص الفطور والعشاء، وحنا تنخلصوا الغداء ديالنا بوحدنا الا بغينا، فين ما كيوقف بينا في البلايص وكنتغداو. من مور الناظور شنو درنا؟ مشينا للسعيديه. هذه الدخله ديال السعيديه، اصلا هذاك لوطيل اللي في الناظور راه في الدخله ديال الناظور. هذه الدخله ديال السعيديه، دونك كانوا الناس اللي ما داروش الجيت سكي، وهو كان وعدهم باش غيديروا الجيت سكي. دونك دخلنا للسعيديه، دانا لا مارينا ديالها، هذه لا مارينا ديال السعيديه، ولكن راه ما جلسناش في السعيديه بزاف. يلاه دخلنا لا مارينا، اللي بغى يبقى يتسارى يتسارى، واللي بغاو يديروا الجيت سكي داروا الجيت سكي. انا شخصيا بنتي دارت جيسكي لانها كانت باغياه، هي وشي وليدات وداكشي. المهم دوزنا واحد الساعه ولا ساعه ونص تمايا. هذه هي اللي فين هنا فين كيقطعوا على جيسكي لا مارينا، ها هي هذه بنتي. وراه كيصيفطوا معاهم بحال دابا داك الناس اللي غيديروا جيسكي، راه كيمشي معاهم واحد من هذوك الريسبونسابل تما، باش كيبقى حاضيهم لا طرا لهم شي اكسيدون ولا شي حاجه تمايا في البحر. المهم من بعد من مور هذيك مشينا ركبنا ومشينا لتافوغالت باش غنتغداو. صافي راه حنا ماشيين للرباط، غادي مشينا لتافوغالت. تافوغالت مشينا لواحد الغيستورون، هذا الغيستورون على الطريق وجاي في وسط الشجار وديكشي، فيه الشوا، فيه الماكله مختلفه، فيه اللي بغيتي، المهم فيه الماكله صافي. ولكن حنا ما دخلناش لتافوغالت الفيلاج الداخل نو، وهي تافوغالت جات في منطقه جبليه، الطريق ديالها شويه في الجبل، ولكن زوينه، مناظر جميله. هذه كانت نهايه الرحله ديالنا. المهم كنتمنى نكون عطيتكم نبذه ولو قصيره على هذه الرحله.
غتلقاو المعلومات كلها في صندوق الوصف على هذه الرحله، شنو قال لنا هو غيكون وشكون هاد لاجونس اللي مشيت معاهم. المهم الثمن كان 1650 درهم الواحد، مشينا الاربع والخميس والجمعه والسبت والحد رجعنا، دونك 5 ايام الا بغيتي تقول. والسلام عليكم، نتمنى نكون فدتكم.